شايفين الدنمارك استغلت حتى الحرس الملكي الدنماركي، الناس استغلته هنا عشان خاطر السياحة. شايفين السياح كلهم بيتلموا هنا في وقت التبديلة الملكية عشان خاطر يتفرجوا على السياح. تخيلوا احنا عندنا حرس جمهوري بجد بيعمل حاجة زي كده، ونجيب السياح يتفرجوا عليه زي ما واقفينه عند النصب التذكاري لضحايا الحروب بتاعتنا والشهداء الحروب عندنا. تخيل احنا عندنا القصور زي القصر القبة، زي قصر الاتحادية، زي القصور الكتيرة جدا في اسكندرية، في كل المدن. نجيب الحرس الجمهوري يعمل حاجة زي كده، ونجيب السياح يتفرجوا وياخدوا صور مع جيشنا العظيم. تخيلوا السياح قد ايه هيبقوا فيري انترستد ان هم يشوفونا، يشوفوا الثلاث سبعات، ويشوفوا العقرب، ويشوفوا كذا حاجه ثانيه. تمام تمام سر، بيديله اخبار اليوم النهارده، فبيقول له طبعا حساسه في المساسه وبابا قبح. بابا قبح خلاص كده تمام، بيديله كلمه سر، هيبدله هيفضلوا يرجعوا للحراس دي، كل الحراس بتوع القصر الملكي. لما الدنمارك تبقى من اكبر دول اوروبا في الطاقه الشمسيه، والجو زي ما انتم شايفين اكتر من 6 اشهر في السنه بنفس الطريقه دي، والدنيا بتمطر، يبقى لازم نعرف ان عندنا صحراء كبيره جدا لازم نستغل الطاقه الشمسيه فيها. ازاي؟ المدن، كل مدن الدنمارك تقريبا بتستخدم الطاقه الشمسيه. زي ما انتم شايفين مولدات في كل المدن بيستخدموا الطاقه الشمسيه عشان خاطر الكهرباء، وعشان خاطر يدوا ميه سخنه لكل البيوت، وكمان عشان خاطر التدفئه في الشتاء. ميه سخنه وكهرباء وتدفئه. وكمان المدن اللي ما فيهاش المولدات بتاعت الطاقه الشمسيه اللي ورانا دي، بيستخدموا الناس فوق كل سطح بيتهم المولدات بتاعت الطاقه الشمسيه عشان خاطر يوفروا كهرباء. فبيقول لك احنا كل اللي احنا بنوفره من المولدات دي بنوفره من فاتوره الكهرباء بتاعتنا. ويا ريت نتعلم من الدنمارك. انا لونا صديقتي في كوبنهاجن ادتني العجله بتاعتها عشان قالت لي ما ينفعش انك انت تمشي في شوارع كوبنهاجن من غير العجله. اللي يجي كوبنهاجن لازم يجيب عجلته معاه، او شوف صديقه زي انا لونا تديله تسلفه عجلته. اللي انتوا شايفينه ده حريه البحر هنا في الدنمارك، او زي ما بيسموها هاوف هو، يعني بيقولوا عليها ان هي الاهرام بتاعت الدنمارك. اي سايح بيجي الدنمارك لازم اول حاجه بيجي ياخد صوره معاها. اتسرقت كذا مره من المافيا هنا، اخر مره راحت الصين كمان جالها ملايين السياح وهم هناك في الصين جايين يزوروها. لما رئيس الصيني جه في الدنمارك مع الملكه عجب جدا بيها وقال لك دي حاجه رائعه، عايزين نخلي الشعب الصيني كله يتفرج عليها. اخذوها الصين ورجعوها تاني، جابت ملايين السياح. تعالى نتفرج سياح كده بالليل والدنيا بتغيم، تعالى نشوف قد ايه ناس مستنيين دورهم عشان يصوروا معاهم.